مناسبة لغو حسيه مانان تحقوق لسان كايا مانان تكاد عادة مقالة بلدوين حارون تقوب الكيران مناسبة دانا ايا واحا سوق من قابي أورك هوينكا كجرى قوب الكيران ايهو قامين يسوق الدومية أورك هوينكا قوب الكيران مروا فرحان عمر عارته وعلى الكاسي هذا لكسو جديد قار كميدة داتك كسوق بقليب نصبا ليسا مانتج الدومية أورك هوينكا قوب الكيران ورسها dumeynti waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka weynka gobolka Kiraan Marwo Farxaan Umar Arte waxayna sheegtay in maanta oo kala tahay maalin taariikhi ah maanta meesha waxa isku gudbanay xafladda 12 December oo ku jira maalintii xuquuqul لكن أنا أقول لك أنها تقول 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 لك مالك ومالكي حقوق الإنسان وحالينا أخبر بحقوق الإنسان إلى ذلك الجهل الحقيقي إني آدم كان عيسى مسؤول عن تكفير حقوق الإنسان كما لا إله إلا الله وحقوق العلم إذا نعرفك على هذه أن غير أمها وينكم في إيران يولي هذا الوقتين أحلام كعية السر في استدبر كوسي وحالة خاصة جارس كالعين يقول في فلان وقع عنك بسور لقيل أسكر الناس محمد تونا علا محمد داعد تلفيشي عالمي ستار بلدوينة